مساء الخير، صباح الخير. عايزين مش هتحسوا تشوفوا فيه النهارده شباب. طبعا مع بعض لعبنا ماينكرافت صفات ريت لو تشتغل بتاع زر جيس خواتي عملنا بلايك عشان تخواتي تستمروا في فيديوهات اكتر واكتر. النهارده خواتي هكمل سلسله في ماينكرافت. طبعا يا اخواتي بصراحه انا بفكر فكره يعني جهنميه شويه بصراحه، ان انا نروح نسرق موارد يس اخواتي. وكان معاه دايموند في الحلقه اللي فاتت، وكان معاه حاجات كتيره بصراحه. بصراحه اكيد هو يعني مش هيمان، انا خدت شويه حاجات منه طبعا. فانا بصراحه هروح اخد منه شويه حاجات عشان نبني دروع. يعني انت اللي طلعتني، انت اللي طلعك هنا يا قذره. حط اللحمه هنا خليها تطيب. بس يا اسطوره حط الحاجات اللي مش محتاجينها دي حاليا. لا الحبل تخليه عشان ممكن لو جبنا اي حيوان اسطوري ناخدوه كده. السكه دي كنت يا اخواتي كنت عاوز نعمل من بيت البيت كده، يعني تبقى كده سكه، بس ما رضيتش. يعني قلت بصراحه اسطوره يعني مش محتاجين، هو ما يستاهلش اصلا. نقفل الباب ونروح اخواتي. ولا من ايه دي فيها، افتكرت حد ضربنا والله. نروح اخواتي بس بيتي عشان نصنع مواردنا يا باشا. هد ده عشان لو جابلنا ولف بصراحة، نفسي بصراحة جابلنا ولف. لو جابلنا ولف هتبقى اسطورة كده، خليه يا باشا صديقنا، يبقى عندنا اسطورة. بس ربنا يستر بس كريبر ما يجابلناش وفجر بيتنا. لو كريبر جابلنا وفجر بيت هيقطع قلبي والله ان انا نصلح البيت. ربنا يستر. اجري يا حبيبي اجري. سكلتون لا ده لا ما افتكرت سكلتون. اهم حاجة الكريبر، ان الكريبر اقذر مخلوق اصلا في مستوى اللعبة والله. يلا يا باشا بس دخلنا هنا اسطورة. اقفل الباب. ايوه يا باشا كده. بص تقريبا كان هنا، كان تقريبا هنا تقريبا. بس انا الكسر ده ايوه اهو تمام. شايفين الشيست تحت يا اخواتي؟ بس ورينا. بص يا باشا احنا ناخد كده الدايموند، نصنع ادوات، لما تكرر رجعوا لاخواتي اللي هيتفضل الباقي. صراحه حقنا يا اسطوره، حقنا يا باشا. اخواتي احنا مثلا اول حاجه نصنع خوذ تمام. نلبسها يا باشا كده دي، ودي ليش لا. نركب كده دروع دي، خليها فوق هنا تمام. حاجات مش محتاجاتي حاليا. والخوذ دي اول حاجه نبدا نفكك الدايموند. نبدا اخواتي كده ليه نفكك علشان يعني يبقى عندنا كده كميه حلوه. بس اسطوره بعد كده يا اخواتي وريني كده. احنا عملنا الخوذ، بعد كده الدرع، بعد الدرع البنطلون، وبعد البنطلون جزمي اسطوره كده. احنا جمعنا كل حاجه بتاعتنا دايموند يا باشا. احنا اسطوره كده، احنا معانا درع اسطوره. بس يا باشا كده احنا اسطوره اسطوره. بعد كده نروح نخبي لها الحاجات دي زي ما كانت. يلا حبيبي تقريبا معوش نظريت. لو معانا نظريت كنت خدت منه والله، بس انا كنت جلدته لو معانا نظريت. ان انا نزلت معاه المهمه وفي الاخر ما نلقاش يعني يكسمش معايا نظريت بامان، انا كنت جلدته والله. بس اسطوره كده وريني كده فخامه. والله فخامه والله يا اخواتي فخامه. شايفين اسطوره؟ تعال بس تعال تعال. ممكن تشوف ايه ثاني عنده ممكن يتاخد؟ لا ولا اقول لكم خلاص كفايه. احنا كده خدنا الحاجات المهمه. فنروح اخواتي بيتنا الاول. تعال يا ابني خلص كمل اخواتي في المزرعه. بعد كده نروح بوابه النذر عشان نجمع موارد من هناك بصراحه، عشان يا باشا برنب. لا خلاص عشان نجمع اخواتي موارد ونطور الدروع ونطور حاجاتني من النظر. يعني بصراحه بدل ما هي الدايموند يبقى عندنا اقصى التطورات تمام اخواتي. فزي ما قلت لكم يعني، بس اول حاجه نروح كده باشا، نروح بيتنا قبل الليل ما يليل. وكريبر قذر يلا حبيبي تمام اخواتي تمام. بس يلا يلا عشان نروح ننام تمام. اسطوره وصلنا بيت بسرعه تمام اخواتي. كده اسطوره احنا ميمي. شايفين يا باشا دروع دايموند وحاجه فخامه يعني. تعال بس نشيل بس الحاجات اللي مالهاش لازمه دي. باشا شيل الحاجات اللي مالهاش لازمه، بس خلي شيل العظم ده برضه ملوش لازمه. باشا المفروض العظم والخشب ده اصلا والحاجه دي يبقوش هنا، والبيضه الغبيه دي اصلا او هدي برضه عشان ابقى تبقى معانا. المفروض دي تبقى في الحاجات اللي هنا اصلا، يعني مثلا زي دي والخشب والعظم والبيضه القذره. بس والحبل فين حبل؟ او خلي الحبل معانا بصراحه عشان لو جينا اي حاجه ناخدها معانا. عندي نيم تاج والله، ان شاء الله لما نلقى فرسه يا باشا يبقى كده نسموها النيم تاج بتاعنا. سموها اس. وريني يا حبيبي كده. بص نحط الدرع ده هنا. وريني يا باشا كده. ايوه حاجاتنا اهي، السيف، ودينا يا باشا البيكاكس، ودينا الاكس، ودينا الشفل. وريني دي اسمها دي الهو تمام اخواتي. فاروح كده اخواتي شوف مزرعتي لسه صغيره والله اخواتي، لسه حاجات فيها صغيره. فانا ممكن الصراحه يعني ناخد اكل ونروح عالم النذر اخواتي. بس هي ثواني كده وريني باشا. وريني اخرب بيتك يا حبيبي. تقريبا الجولد كان هنا، تقريبا الجولد كان هنا. ايوه الجولد كان هنا بصراحه. معانا استكين حيين جولد والله اسطوره. يعني لو جابلنا خنزير قذر نقدر نتبادل معاه باسطوره. بس هات الدرع دي شكلك كده نلبس هناك، وهات لنا ستاك واحد بس كده. هات البو عشان بصراحه لو قابلنا اي حد قذر هناك تمام. معانا اتنين دول مش لازم يعني مش هيكفوا بصراحه. شوف حاجه مثلا تتاكل. تقريبا كان معانا لحمه يعني صراحه فينا. تقريبا كان معايا نص ستاك او حاجه زي كده. ايوه انا اقول برضه كان معايا نص ستاك. وهات يا باشا ده كل اخوات في اليد التاني عشان لو اي حد قذر كده جاي يضربني. كان في شمع برضه، ممكن توريني الشمع يا اصحاب؟ كان في شمع عندينا صدقني، كان في شمع. وكان في معانا في كميه فحم رهيبه، بس احنا كان معانا شمع جاهز. ده حبايه واحده لا اكيد مش هنا. طب اصحاب ورينا فوق مش هنا، مفيش حاجه. طب هنا ولا هنا؟ لا برضه نصنع اخواتي، نصنع شويه شحم، شويه فحم قصدي شويه شحم. هيسنا خالص شويه فحم يعني. مثلا استنى كده نص ستاك. نص ستاك هيبقى كتير جوه بصراحه اصلا، فيعني اسطوره يعني ميمي. يلا حبيبي اول حاجه عاوزين العصايات، عاوزين العصايات في الخشب. هات الخشب يا مدير، حط كده تمام اخواتي. ونجيب يا باشا حط كده، وحط الفحم اخواتي فوق كده.
هيبقى معانا كام فحمايه؟ ستوري معايا 64 استاك وحاجه، يعني حاجه الفخامه الفخامه. تمام، ونبدا كده يا باشا نشيل الفحم زي ما كان. طبعا اخواتي ننام هنا الاول، وبعد كده نطلع يا باشا نستكشف العالم بتاعنا اخواتي. نفسي بصراحه نلقى فرصه، لو لقيت فرصه تبقى اسطوره. تمام اخواتي، طبعا لسه مش معانا في العالم بصراحه للاسف، يعني هو معاه مذاكره وربنا يساعده بصراحه. تمام اخواتي، فممكن كان معانا حبل، فين الحبل اخوات عشان ممكن نحتاجوه. تمام اخواتي، فان شاء الله يعني كده نلقى لنا فرصه ولا حاجه. وريني يا حبيبي. لا 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 لا، والله العظيم انك وشك اسطوري. ايوه خد الفرصه باشا باشا باشا، بعد اذنك تديني يعني اذا تكرمت يعني. خلص بقى عشان الدنيا بتنطر وممكن كريبر يجددنا جلد. شيخ حياه امك ما تبعد يا شيخ. ايوه حبيتني والله اخواتي حبيتني. تعال تعال. ايوه اسطوره، بس حطينا الشيست ده معاها بيبي صغير. تعال 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 بس ناخدكم على البيت. تعال ناخدكم على البيت. اوه ما عملتش باب. ثواني ثواني، ما عملتش باب، ما عملتش باب اخواتي. كان معايا حبل كده، الحبل تمام. امسك كده الحبل اخواتي ليه؟ عشان نربطها عشان ما تمشيش بصراحه، لحد ما نعمل لها باب كده باشا ونظبط الاداء كده باشا. معانا فرصه، معانا فرصه اسطوره والله، ومعانا الدرع اللي كان ليها تقريبا كمان. ايوه اسطوره، ايوه معانا درع ايرون اهو اسطوره. بس اخواتي ممكن نعمل كده باب، بس اول حاجه هات الخشب كده، شد خشب. يلا حبيبي يلا حبيبي، فين الخشب؟ فكوه فكوه هنا كنا كده شويه، بس مش عاوزين كتير. نعمل كده باب اخواتي، تعالى بس انتوا هنا. تمام، عاوز كده ثلاث بيبان ماشي، بس انا كده والملم انا هحتاجهم اثنين. وعاوز كام بلوكه ثاني؟ عاوز كده مثلا بلوكتين ثاني اسطوره حلوين قوي. تعالى يا باشا الحاجات دي هنا، وارفع الحاجات دي فوق كده، وارفع الحاجه دي برضو. يبقى بعدين لبس الفرصه. هات يا باشا البيبان دي. مشكله النطره بتنطر، مشكله النطره القذره دي بتنطر. مش عارف، خايف نبنيها دلوقتي. بص كريبر كده يطلع لي في وشي فرتجني والله. كريبر يعني خايف كريبر والله يجلدني جلد، فربنا يستر يعني. بص اخواتي ممكن يجي في الحته دي كده نعمل باب، الحته الثانيه كده نعمل باب. تمام. تقريبا كان معايا درت، استنى كان معايا درت كثير انا. في هنا درت؟ لا فيش درت هنا. فنروح كده اخواتي نجيب شويه درت ثاني باشا بعد اذنك. الدرت في درت كثير والله. ايوه ونقول برضه في درت كثير معانا. خلاص حط لك الباب، اطلع باشا ثاني نكمل. يلا حبيبي يلا حبيبي يلا، بس خلينا نكمل دي بس شويه. ايوه اسطوره كمل كمل اسطوره كده. المهم يعني كده منظر يعني شويه كده. ايوه اخواتي بس كده، والناحيه الثانيه كده بس اخواتي كده. بعد كده نجيب كده الاكس، باقي الخشب ليه اخواتي؟ نجيب الاكس عشان نكسر الحاجات اللي ورا، يعني شايفين زي الحاجه اللي ورا. اكسر دي يا باشا، اكسر دي يا زعيم، اكسر دي يا ابو الصحاب. بس اخواتي ده يبقى الباب، المزرعه اللي هيدخلنا وطلعنا ان شاء الله اسطوري. هات يا باشا الشمع في ايدنا كده، هات شمعايه هنا، شمعايه هنا اخواتي، شمعايه كده. ربنا يستر بس عشان فيش كريبر قذر، خلاص بنودينا في داهيه. تمام، فانت فك كده خلاص، واركب الفرصه بتاعتي، دخلها دخلها جوا. بعد انك ممكن بس تخش جوا يا ابو الصحاب. ايوه دخلها هنا، اقفل الباب بس عشان البقر. لا لو طلعت هنجلدك يا شيخ، ما تطلعيش، خش يا فرس انت. عندي كميه بقر غبيه والله. استنى كان معي قمح، المفروض كان معي قمح، كنت جبتهم كلهم كده في. اه لا طلعت يا اخي، طلعت لي انت مش فاهم انا والله. طلعت ازاي الغبيه دي؟ طلعت طلعت. تعال تعال تعال، ده انت فرس قذره والله. عاوز تطلع اطلع، انت بقره اصلا قذره، وانا بصراحه يعني مش هندفع عنك، بس هنطلع نموتك والله. بص لما طلعت الدور اللي فات طلعت على السلم. تمام، فانا ممكن نكسر السلم دي، نكسر السلم دي، وممكن اخواتي نعملهم كده يعني زي الدوران. تمام، فانا السلالم، هات السلالم دي. هذا كده يا باشا مكان الشمع، ممكن نبدا كده اخواتي هنا، ونبدا كده كده كده. ارجع سنه ورا يا ابني، ارجع سنه ورا في ماشي. ونبدا يا حبيبتي، اوعى انت فرس قذره، او زي انت بقره باردي. اوعى من هنا يا باشا. ايوه اسطوره، بس عاوزين عاوزين كده نبقى واحده في النص كده ثاني. ثواني ممكن مثلا نحط بلوكه حتى لما نعمل سلم اخوات ثاني. يا شيخ اوعى انت فرس، تخلينيش نتغاب عليك والله ونضربك، فاقعدي هادي بقى. بس اسطوره كده يعني مبدئيا 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 اخواتي تقريبا. فين ثواني في كده الباب، او تقول طلعت ثاني. اوعى اياك تقول طلعت ثاني. اصبر راح نجيب لك الطفل بتاعك، بس لبسك الاول الدرع. الدرع بصوا فخامه، بس المشكله مش باين يعني ايرون على بتاع، فمش باين قوي. تمام، تسلم. كمان مزرعه قذره ممكن نقفل دي حد لما وسيها. يبقى نفتحك شوي كده يعني شوي كده، افتح كده الباب. في الباب طفله صغيره، كان في فرس صغيره، كان في فرس صغيره يا جدعان والله. كنت وقيت هنا ولا حاجه، مشكله انا بنلفلف وهي في يعني في نطره في عذاب والله. انت طلعت والله لازم تبلع، والله لازم لا تبلع اهي. تمام، هات يا باشا الحبل عشان نجيبوها يا باشا للبيت. تعال شايفين اخوات وقفه جنب امك هنا والله. تعال بس تعال 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 بس عشان اوديك لامك. تعال تعال شايفين، تهدي بقى ما جايبها لك. اصبر تعال خش انت فرس قذره. ممكن بعد اذنك نفتح الباب بس يعني تخش يا باشا. فرس انت تيجي بقى تقرفناش يا استاذي. ايوه اخيرا. تعال 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 كده بس اسطوره، اديني الحبل بعد اذنك. كان في حبل هنا برضه، انت طلعت بره يبقى حتموت، كل هيطلع بره المزرعه هيموت. بص يا ابو الصحاب يعني انا كان على عيني نسيبك بصراحه، بس غصبت عني والله. تمام اخواتي كده، بص اسطوره كده معانا فرسه اسطوري. فين الفرس؟ فين الفرس؟ ولا اهي. لا دي صغيره ولا ولا، راحت فين؟ يا خرب بيتك والله كان في فرسه معاك اهي. ما تجننيش بقى، انت مش فرسه قذره بقى يعني، لازم تكسر لك المكان دلوقتي يا شيخ. ده انت بفرسه قذره والله يا ابوي. اه يا عم الفرسه القذره اللي امك دي مش عارف ولا ايه. اه يا عم اقفل يا باشا بالسياج، فات الباب. بص بس هنربطها والله بحبل عشان مش ناقصه قرفيه بصراحه. تمام، حط الباب هنا. وفين الفرس القذره يا عمو؟ في مالك انت؟ مش هنفع سلالم بصراحه جنبيها القذره دي. ممكن نحط سلالم مش ده يا اخواتي، نحط السلالم المتدرجه.
بصوا بس نطلع كده فوق نعمل السلالم والدرجة عشان دي اصلا قذرة وتعبت قلبي والله. وانت طيب اللحمة دي فنست نعمل السلالم كده للدرجة يا فاتي. نعمل السلالم للدرجة، نفك بس شوية خشب الاول تمام. تعال ودي بعد كده هات يا باشا الخشب الدول. السلالم كانت تقريبا وريني كده يا باشا السلالم اهي. تمام هات هنا بس تلات حلوين، انا اسطورة بصراحة التلاتة ان شاء الله يكفي يعني. بس يا باشا افتح الباب كده. بص احنا نكسره داتا نكسر داتا نكسر داتا نكسر داتا نكسر داتا بس كده نكسر قرفي ونحط له كده فين السلالم. هات كده هات السلالم هنا بكل حب. حط يا باشا السلالم كده اسطوره كده ماشي. اوعي بس شفت حط هنا سلالم، لا مش هينفع. ممكن نكسر دي ونحط ايه نحط اخواتي بلوكه مكانها بلوكه هنا بس عشان نكمل سلم بس يا مدير. فبص كده نطلع من اسطوره 100 100 يعني 100 100 كده. ولما نيجي نزل يا اخي يا اخي ما تتعبونيش تبوش خرفان قذرين برضو. انت برضو دخلت تاني يا والله هنموتك انا بعد ايده. انت فرسه قذره تعالي الله يهن ناقص قرفي اكفي يا باشا. ايوه يا عم احترمي نفسك بقى يا تمام. انت ظروفك برضو تقريبا هنا ممكن نقول الشست تقريبا مش هنقول الشست. يا قاعدين قاعدين نعدي الحته القذره. المهم ان احنا معانا فرسه اسطوريه نروح الوقت خد نسميها بس نحط الحاجات اللي مش محتاجها الوقت. حط يا باشا زي الخشب دي والباب القذر ده والسياج. حط يا باشا الخشب، لا هنحرق هنحرق الاكس مش معقوله يا اخوات. تمام والحبل ده لسه بصراحه عشان الحبل ده له استخدامات برضه كتير يعني هنشيل منه واحد ونخلي واحد معانا. فات النمتاج فين النمتاج يا باشا اهدى بقى عاوزين واحد بس نمتاج. والصوف ده يا باشا رجع تمام بس والدرد ده خلاص قذر مش عاوزه برضه والعصايات دي مش عاوزين فتمام كده. النمتاج لازم نسموها مثلا نسموها ايه ممكن نسموها سوسو 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 يا اخوات سموها لا يخرب بيتك مش هنسمي الحبل انا يا اخي انا عاوز نسمي النيم تاج عاوز نسمي النيم تاج ثاني كده اخوات. ايوه يا باشا كده سوسو خلاص لا ايوه سوسو سوسو تمام عشان بس لو اخوات لو تاهت مننا ولا حاجه بقى عارفين. لا اسف اقفل هنا يا باشا انت تودينا في داهيه كده. في اندرمان سمعت صوت اندرمان قذر انا ممكن بس نقفل الباب بعد اذنك يعني بس بدل ما نسمي حاجه غلط انا ما كنتش قصد نسميه. ايوه تعالي اها سوسو تمام يا اخوات. فلو انا كده عاوز اجيبها بالاوامر مثلا لو توت عنيها ولا حاجه نكتب تي بي فاصله ات ايه فاصله افتح القوس ابو الزمالي القوس ابو الزمالي نكتب نيم يساوي سوسو في القوس اكتب اسمه هات انتر جاتني والله اسطوره بشا تمام يا اخوات. فينفع ننام يعني بعد اذنك يعني لو سمحت. ايوه كده نمت. في صوت زومبي قذر بالجلد برا في صوت زومبي قذر بالجلد برا خبيت انا في الحوش من جوا والله. في الباب كويس معانا اسلحه دايموند يعني ما بص معانا دايموند لا نتهاب بس ممكن يعني عاوزين العظم بتاع السكريتون. كريبر يا اخي تعال والله الله ربيك تعال انت مش عاوز تتربى تعال بس ده انا هربيك. ايوه ابلع ايه ما طلعنيش اسمه ده الكربون اللي بيبقى معاه ده يا اخوات عشان نعمل بيه التين تي. ابلع مش عاوز تين تي بصراحه تبقى ارحم من السراير من هناك السراير بتنجلد بالفاضي. او يا رب يعني كرمنا بولف كده وولف الروضوم على عظم كتير. الولف بصراحه هيبقى اسطوري. كان في قريه تقريبا يعني فانا عاوز مثلا القريه دي اللوتي تقريبا مش عارف كانت الاتجاه دي او تقريبا كان الاتجاه ده هناك كده فانا مش فاكر بصراحه كان في اي حته تقريبا ممكن كان في الاتجاه ده وريني يعني. لا بص لما نطلع بالبيت على شمالي الغبي يسه هناك كده هنا يس تمام وادي الجسر العامدي ممكن الناحيه دي سان هنروح فات نشوف الدنيا ونستكشفه ان شاء الله يعني نلقوا القريه. القريه كمان الدور اللي فات ما لوتناهاش قوي يعني بصراحه يعني بصينا عليها كده على السريع ومشينا في الطريق. ممكن يعني ممكن مثلا ناخد لحمه بقر عادي دوره بعد اذنك ادينا اللحمه بتاعتك والجلد عشان نصنع الكتب. اذا في كهف والله والله انا في كهف اسطوري وبس نوقع نموت اوعى نوقع نموت يعني. لا ده مش كهف ده تقريبا خدنا الدور اللي فات فحم هنا وحاجات عادية ماشي. لا خلاص ودينا يا باشا بعد اذنك ودينا بعد اذنك القرين تقريبا نفس اللي يا اخواتي والله كان في ميه بيني وبين القريه انا فاكر مش عارف الاتجاه ده ولا لا والله ما فاكر يعني تقريبا مش كده ده تقريبا ده باقي العالم كده. سواء عشان ارجع بيتي ممكن فوش على طول كده يا اخواتي سواء نشوف تقريبا يعني كان القريه كانت بيني وبينها اللي هو البحر يعني كانت حته بسيطه يعني مش كتير خنزير لحمه الخنزير ده بصراحه بعد اذنك انا عاوز اللحمه بتاعتك تمام اخواتي. فده البيت يعني بتاعي وممكن في الوش كده بس في الوش تقريبا لا يعني في الوش ده تقريبا محيط هائل فمش عارف بصراحه تقريبا هنا محيط هائل محيط ضخم على يمين يس هنا لا ممكن طب في الوش كده ممكن كده الناحيه دي اخوات على طول فمش عارف بصراحه ربنا يستر بس لحمه الزومبي القذره دي بس ما علينا ممكن في الحتت دي والله ثواني ممكن يكون هنا الجزيره دي ممكن صح مش عارف والله بس هنشوف الدنيا يعني ونروح هناك ونشوف. اطلع يا باشا من المي قلت لكم والله القريه القريه اسطوره اهي قريه فشنا بالصحوب. ابلع 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 بعد اذنك ابلع وصلنا القريه بس ربنا يستر يعني ما نلقوش الايرون جولم الغبي ده ونضربوه من غير ما نكسر. القرويين بيرحبوا بينا او ممكن نتغيد معاهم بس معيش ايميرالد كده اخوات. طبعا كنت تعرف النهارده يا ريت اخوات عجبكم تشتركوا القناه وتفعلوا زر الجرس اخوات دعمونا لايك عشان ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنلوت القريه. طبعا لقيت ان الوقت الحلقه هيبقى ضخم فوق بعافيه يا اخواتي سلام.